السلام عليكم. هجوم سايبر جديد يستهدف 3 شركات إسرائيلية وتسريب بيانات. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. شنت مجموعة من الهاكرز هجوما سيبرانيا جديد طال 3 شركات هندسية إسرائيلية بالتزامن مع تسريب معلومات خاصة لأكثر من 250,000 إسرائيلي. وقالت صحيفة معرفة العبرية في تقرير لها، قامت مجموعة القراصنة بلاك شادو التابعة للنظام الإيراني مساء الثلاثاء بتسريب قاعدة بيانات تضم حوالي 290 ألف مريض من معهد مور الإسرائيلي، ونوهت إلى أنه من بين التفاصيل التي تظهر في منشورات المجموعة يمكن العثور على الكثير من المعلومات الطبية، بما في ذلك فحوصات الدم والمعلومات حول علاجات المريض. وفي ذات السياق أكدت مجموعة القراصنة التي تطلق على نفسها موس ستوف أنها تمكنت من اختراق 3 شركات هندسية إسرائيلية. وسبق لهذه المجموعة أن تتهمها سلطات الاحتلال بأن لديها ارتباطا بإيران، أن قامت بنشر صور لوزير الأمن الإسرائيلي بني غانتز حينما كان رئيس للأركان السابقة في نهاية تشرين الأول أكتوبر، إضافة إلى التهديد بتسريب مواد سرية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.